الجمهور بيلقبك بالسلطان في المغرب، بيلقبوك بإيه؟ ما ينفعش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطل الدولي المغربي بدر بانون في إحدى برامج قناة الأهلي المصري، حيث سأل المذيع بما تترقب الجماهير الرجاوية، ليجيب بأنه لا يستطيع الإجابة احتراما لنادي الوداد الرياضي. أترككم مع الفيديو، ولكن قبل ذلك نرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك ليصلكم كل جديد، وشكرا. كنا بنتكلم عن بدايتك، وتفتكر أول ماتش لعبته مع الرجاء في الفريق الأول؟ أيوة. مع ده مين؟ ده ما نمتش الليل كله ما نمتش. فعلا؟ أيوة طبعا. مع كوكب مراكشي صح؟ في كأس العرش، كأس المغرب. أول ماتش لعبته كان كوكب، وكان كنت لسه راجع من نهضة بركان، وكان مدرب هولندي معانا. وكانوا صاروا لي مش عارف، هو ما كانش عاوزني، كان بيقول لي انت بتتمرن بشويه كده، بتتمرن براحتك وكده، ولو فضلت كده مش راح تلعب معايا في الرجاء، فاهم؟ انا مش عاوز. قلت له بص، انا اول ما فك اول ما تذكرت نفسي وانا بلعب كوره منذ صغري، وانا بلعب بالطريقه دي براحه بهدوء كده، لو انت مش عاوزني معاك في الرجاء خليني ارجع على نادي بركان العب. خلاص هو عمل حتى في ما يستدعينيش الماتشات وكذا، ما ياخذنيش معاهم على الماتشات وكذا. في يوم اتصل بي شخص جمهور الرجاء بيحبه الله يرحمه، اسمه رشيد البوصيري، كان من بين جنود خفاء تاع فريق الرجاء البيضاوي، ممكن كان هو الكل فريق الرجاء البيضاوي. كنت جالس في البيت، وكانوا مدافعي الرجاء ما يأدوش كويس في الفترة دي. أيوة. اتصل بي قال لي بص، انت راك موجود اساسي في الماتش ده. خلاص قال لي كده، وطلعنا على مراكش. ايوه طلعنا على مراكش، بلاقي نفسي في التشكيلة الرسمية كده. والمدرب ما كلمني ولا قال لي، وانا لسه صغير فاهم، ما قال لي تعمل كده ولا كده. والحمد لله اول ماتش فضلت بلعب في الرجاء حتى طلعت من الرجاء. طيب قبل بس ما اروح للنادي الاهلي، هنا الجمهور بيلقبك بالسلطان في المغرب، بيلقبوك بايه؟ ما ينفعش. ليه؟ ما ينفعش. حاجه مع الغريم كده. حاجه مع ايه؟ مع الغريم. ولا في صحفيين بيرقبوني بمدافع الرومانسي. بس جمهور الرجاء ليه لقب ثاني ما ينفعش اقوله هنا. ما ينفعش تقوله. لا هو عادي فاهم، هو رقم هو رقم، بس رقم 6. لا مش 6. مش 6 اصل احنا عندنا هنا رقم 6، ما اعرفش عندك ايه. في المغرب موجود 88. 88؟ اه. اشمعنى 88؟ انا كنت جبت في الديربي المغربي، جبت جون في مباراه الذهاب الدقيقه 88 على الوداد. مع كل احترامي لجمهور الوداد طبعا علشان في صحفيين راح ياخذوا الموضوع ده اللي انا اتكلم فيه، وراح يأولوا الكلام كده. لا في المغرب انا عارفهم كويس. كنت جبت جول في مباراه داف دقيقه 88، وفي مباراه الاياب برضه جبت جول في نفس الدقيقه 88. وانت عارف الحساسيه اللي موجوده بين الرجاء والوداد. طبعا. خلاص جمهور الرجاء افضلوا يسموني 88 كده. 88. طب كده عرفنا 88.